المترشح الحر عبد المجيد تبون قال إنه جرى استرجاع 51 شركة كانت مغلقة وفي حوزة العصابة تم تشغيلها وتوظيف الشباب البطالي فيها، مضيفا بأن المشاريع الكبرى على غرار غارج بلاد ستتجسد نهاية 2025 ومنتصف 2026 وستخلق الآلاف من مناصب الشغل. استرجعنا 51 شركة كانت مبلعة هذه 5 سنين، ديناها على العصابة باش يرجعوا المال تاع الدولة. اليوم راها بدات تشتغل، وباش تدخل الشباب نتاعنا تعطيهم عمل. فيه كذلك 150 مؤسسة كانت حابسة في الوسط، بالأخص في بليدة، لأسباب بيروقراطية افتحناها باش تعطي مناصب شغل كذلك. زايد 8300 استثمار باش يعطوا مناصب شغل إلى آخره. إذن زيد المشاريع الكبرى اللي باش تتجسد نهائيا في نهاية 2025 وسط 2026، بالأخص المشروع الضخم، المشروع اللي كان حلم، مشروع كراج بيلات باش يعطي شغل في تندوف، مناصب شغل في بشار، مناصب شغل في النعامة، مناصب شغل في وهران، مناصب شغل في عنابة، ومناصب شغل في جيجل إن شاء الله.